السلام عليكم، انا اسمي ريحان المقي، اصغر ضابطه بفاس، عمري 8 سنوات. اليوم انا اللي مشيت لولايه الامن للشرطه، مشيت عندهم وشكرا على حسن الاستقبال. شكرا لكم. الصباح هذا مشيت لولايه الامن للشرطه، مشيت عندهم، استقبلي السيد الوالي ديال مدينه فاس، استقبلي في البيرو ديالي، هو اللي كيديروا البوليس، هو اللي كيديروا وصافي. داو لي غرفه الكاميرات، شفت الكاميرات كي كيديروا، شفت المدينات هو ملي كي كندير. الشعور ديالي كان، كنت بالفرحه والشعور ديالي كان زوين. بغيت نقول لهم شكرا لكم حيت كتعذبوا على بنادلا. شكرا، كنشكر السي الحموشي، كنشكرو بزاف اللي صيفط لي الكادو، صيفط لي تابلت هيا، وصفت لي الكسوة، هاد الكسوة اللي لابسه، وصفت لي الكسوة ديال الصيف. كنشكر السيد الوالي الأمن للوطني، وكنشكر السي خالد على حسن الاستقبال. السلام عليكم، معكم الأم ديال ريحان. ريحان الحمد لله اليوم استقبلها السيد والي أمن مدينة فاس في المكتب ديالو، وكان استقبال جد 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 رائع، وكان داك الشيء في قمة المستوى صراحة. الله شنو ما جيت نقول قليل في حق ذاك الناس، واحد المعاملة، واحد الاستقبال. ريحان كانت عندها أمنية أنها تكون شرطية، والحمد لله اليوم تحقق الحلم ديالها. وبعد ما استقبلوها وداروا معها واحد الاحتفال صغير، ساروها وراوها الكاميرات ديال مدينة فاس كاملين، داوها البصمات. استقبلها السيد الوالي اللي كان بغي نشكره من القلب ديالي على حسن الاستقبال ديالو، حسن المعاملة في المكتب. بس الحموشي كان بغي نقول له شكرا على الهدية ديالو اللي كانت عبارة على طابلت وكسوة ديال كسوة من صفة ضابطة لا تصيف ولد البرد. الله يجزيهم بخير، وشكرا بزاف بزاف. ما تصوروش فاش كنشوف ريحان تتحقق شي حلم ديالها، كي كيكون داك الاحساس رائع بزاف بزاف، واحد الدرجة انني كنبكي بلا ما نشعر. يعني انا كنوصل رسالة للاباء والامهات باش يدافعوا على وليداتهم ويوصلوهم ويكافحوا على يترهم. احساس رائع فاش شتها في الولايه، فاش ان يعني ناس اللي قاريين وواصلين وكيتعاملوا معها واحد المعامله خاصه، زعما احساس رائع. لا يحرم شي ام منه. شاهدنا والله افضل الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.